السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. ائتلاف النصر يعرب عن استغرابه لتأويل مقاصد تصريحات حيدر العباد الأخيرة. القاضي زيدان: الاستقلال التام للقضاء هو الضمان الأساس للمحافظة على القانون. بالوثيقة: القضاء العراقي يبرأ أحد أفراد عائلة صدام حسين ونجل طارق عزيز من مجزرة سبايكر. الخارجية: العراق يعمل على استكمال تحضيرات زيارة السوداني إلى موسكو. سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه في العراق. العمليات المشتركة تفصل نتائج العمليات الأمنية في 4 محافظات. قطع شارع السعدون وسط بغداد بسبب حادث سير مروع. إليكم تفاصيل الأخبار. أصدر ائتلاف النصر يوم السبت بيانا بعد تصريحات رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بعد الضجة الأخيرة التي تمثلت بوجود اتفاق تضمن فقرة تنص على اعتبار قتل داعش الشهداء ومنحهم تعويضات. وذكر الائتلاف في بيان إن ائتلاف النصر يعرب عن استغرابه لتأويل مقاصد تصريحات حيدر العبادي والتي أدلى بها مؤخرا وتسخير بعض عباراته لأهداف وأجندات سياسية واضحة وبالذات تجاه الحكومة. وأكد ائتلاف النصر أن جميع ما صرح به العبادي ليس بالجديدة، وهي مواقف معلنة في مناسبات عدة، وأطلاقها مجددا يأتي للحرص على سلامة المسيرة الوطنية نظاما وشعبا، وبالذات مواقفه المعلنة من دعم الحكومة العراقية ومسيرتها لتقديم الخدمات ومحاربة الفساد وإشاعة الاستقرار والانطلاق بالتنمية، والتي وجدت خطوطها العامة بكلمة رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان السبت أن الاستغلال التام للقضاء هو الضمان الأساس للمحافظة على القانون. وقال زيدان في كلمة له خلال الحفل الافتتاحي لاجتماع المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب في بغداد إن القضاء قبل عام 2003 كان جزءا من السلطة التنفيذية باعتبار أن وزير العدل هو من يدير القضاء، حيث شهدنا في تلك الحقبة ممارسات كثيرة أفقدت القضاء استقلاليته، مؤكدا أن الاستقلال التام للقضاء هو الضمان الأساس للمحافظة على القانون. وأضاف أنه بعد تغيير النظام السياسي في عام 2030 والتصويت على الدستور عام 2005 أصبح القضاء سلطة مستقلة على السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أن هذا الاستقلال حقيقي وعلى أرض الواقع. كشفت وثيقة صادرة عن القضاء العراقي إلغاء التهم الموجهة إلى شخصيتين من عائلتي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ووزير خارجيته طارق عزيز من تهمة المشاركة في مجزرة سبايكر عام 2014. وأظهرت الوثيقة قرارا صادرا عن محكمة استئناف بغداد الرصافة محكمة جنايات الرصافة الهيئة الأولى بتبرئة عبد الله ياسر سبعاوي إبراهيم الحفيد الأخير الشقيق لصدام حسين وزياد طارق خلف نزال نجل وزير الخارجية الأسبق في النظام السابق، وجاءت التبرئة لعدم كفاية الأدلة وفقا للوثيقة. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية فؤاد حسين السبت أن الجانب العراقي يعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة. وذكرت الوزارة في بيان أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف البيان أن الجانبين بحثا آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد وزير الخارجية أن الجانب العراقي يعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة. وصل سعر صرف الدولار ارتفاع أمام الدينار في الأسواق المحلية، وسجل سعر بيع 100 دولار مقابل 156 ألف دينار، فيما سجل سعر شراء 100 دولار مقابل 153 ألف دينار.
فصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي اليوم السبت أهم النتائج المتحققة من العمليات العسكرية الأخيرة في قواطع نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالة، وفيما أكد ارتفاع مستوى القدرات الاستخبارية لمستويات عالية، وبشكل مكن القوات المسلحة من تنفيذ عمليات نوعية ضد الإرهاب. تطرق لحاجة صنوف القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي لتقنيات متطورة لرفع مستوى الجهوزية، لافتا إلى أن هذا الأمر يحظى باهتمام بالغ مع القائد العام للقوات المسلحة محمد الشياع السوداني. وقال الفريق المحمداوي للوكالة الرسمية إن طائرات F-16 العراقية نفذت خلال هذه العمليات 8 ضربات جوية ناجحة في قواطع ديالة سد وجبال حمرين وصلاح الدين في قاطع أطراف حقول علاس، وكذلك قاطع كركوك في وادي زغيتون. بموجب معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة فنية استخبارية حثيثة ومثمرة من مديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الوطني العراقي، وبتخطيط وإشراف ومتابعة خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وأضاف أن هذه العمليات والضربات الجوية أسفرت عن قتل 10 إرهابيين وتدمير أحزمة ناسفة تحت السيطرة والاستيلاء على أسلحة ومعدات ونواظير ليلية ونهارية وتدمير مستودعات وكهوف ومضافات مختلفة. وتابع: وفي الأنبار تمكن أبطال الحشد الشعبي من نصب كمين ناجح في صحراء الأنبار أطراف الحسينيات أسفر عن مقتل مفرزة إرهابية مكونة من 4 أشخاص. أقدمت قبل أسبوعين على قتل مواطنين 2 من مناطق وعشائر البوحيات، وكذلك أسفرت العملية عن تدمير وحرق عجلة وأسلحة ومعدات هذه المفرزة الإرهابية. شهد شارع السادون وسط بغداد حادثا مروريا مروعا. إن حادثا مروعا وقع في شارع السادون وسط بغداد، وأضاف إن القوات الأمنية قطعت الشارع بسبب الحادث، مبينا إن سيارات الأسعاف مستمرة بنقل المصابين دون معرفة عدد القتلى لغاية الآن.